يعني احب برضو ادعو زملائي اعضاء المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي يتفضلوا معايا، واحنا تحت امركم في الاسئله. اتفضل اتفضل. الزملاء اللي عايزين هند مختار، اليوم السابع. هو انا عندي بس سؤالين في الجزء الفني المتعلق بالرؤيه والاستراتيجيه بتاعت الوزاره. اول سؤال، حضرتك عرضت ان هو ربط التعليم بسوق العمل والعمل على ماده البرمجه. هل في خطه او اليه واضحه لدى الوزاره فيما يتعلق بماده البرمجه وماده الذكاء الاصطناعي باعتبارهم هم يعني المستقبل في سوق العمل؟ الحاجه الثانيه، السؤال الثاني، حضرتك اتكلمت عن مواجهه الكثافه السكانيه، مواجهه الكثافه الطلابيه، في هل الخطه او الاستراتيجيه ليها يعني قابله لاعاده التقييم في حاله الزياده السكانيه اللي بيترتب عليها زياده في كثافه الطلاب؟ شكرا. تمام، هجاوب لحضرتك الاول على ماده البرمجه. الحقيقه احنا منسقين مع وزاره الاتصالات، وبنرتب ان هو يبقى في انستراكتورز او معلمين من عندهم يشتغلوا مع مدرسينا، والحقيقه احنا هنطبقها مش العام القادم الحالي، السنه اللي بعديها، لحد بس ما نرتب التدريب بتاع المعلمين بتوعنا هيقدروا يدرسوها ازاي، وهيقدروا يدرسوها طبعا. الذكاء الاصطناعي احد الافرع بتاعه ماده البرمجيات، فاحنا برضو هنشتغل على ده لان هو المستقبل في العالم كله هذه الماده ان شاء الله يعني. تمام. فيما يخص الكثافات، احنا حضرتك طبعا بنحل العام الدراسي القادم اللي احنا داخلين عليه ده باقصى طرق ممكنه غير تقليديه، انما عندنا طبعا خطه بنعملها مع هيئه الابناء التعليميه لما هو قادم في الكثافات اللي جايه في السنين القادمه اللي بعد كده ان شاء الله. اتفضل هيا. كمال ريان، قناه دي ام سي. كنت عايز اعرف من حضرتك، هل ده هيطبق النظام الجديد مع الدفعه اللي داخله اولى ثانوي الجايه؟ والحاجه الثانيه يا فندم، موضوع الغش وتسريب الامتحانات، هل النظام الجديد ممكن يكفل ان يتم وضع حد لهذا الموضوع؟ لان طبعا هذا الموضوع بيؤرق الاسر المصريه وبيهدر تكافؤ الفرص. طبعا يا فندم، هيطبق السنه دي ان شاء الله في العام الدراسي القادم. وطبعا موضوع الغش ده ان شاء الله طبعا يعني بنحط له اليات فنيه تقنيه تنفيذيه ان احنا نقدر ان شاء الله بيها نقضي على هذا الامر تماما. سيادة الوزير، هل هنا ما دور المجلس الأعلى للجامعات في يعني تطوير برامج إعداد المعلمين لتلبية احتياجات التعليم الحديث؟ شكرا سيادة الوزير. والحقيقة حابب أشكر طبعا السادة الحضور من الإعلام، وخليني أوجه محور الإجابة في محورين. أولا، احنا في المجلس الأعلى للجامعات بنهتم برقم واحد أعداد الخريجين في مجال التربية وإعداد المعلم. أنا عايز أقول إن عدد الملتحقين طبقا لمكتب التنسيق في سنة 21 كان في حدود 46 ألف متقدم لجميع القطاعات التربوية. في 22 وصلنا ل 86 ألف، وفي سنة 23 تقدم للتنسيق 103 ألف. فهي المشكلة ما عندناش خالص مشكلة في أعداد الخريجين. خلينا نتكلم، احنا برضو خدنا قرار، يعني احنا لغينا مثلا اختبارات القدرات في كليات التربية النوعية. كليات التربية النوعية ذات طبيعة خاصة وفيها تخصصات متداخلة كتير جدا، واحنا بنتكلم على ان احنا بنخرج مدرس ومعلم جوه الفصول. ما يجبش ان هو لابد ان هو يمر بنفس الاختبارات اللي بيحتاجها مثلا طالب في كلية فنون او كلية عمارة، يعني هيتخرج فنان، هو في الاخر معلم. يعني وقف اختبارات القدرات في هذا المجال برضو هيستوعب وهيخلي كتير جدا من الأعداد تضخ في كليات التربية النوعية، لأن كليات التربية النوعية فيها فاسيلتيز كتير جدا، فيها إمكانيات مادية وبشرية عديدة، وده برضو هنزود من استغلال هذه الطاقات من المواد المادية والبشرية في استيعاب أعداد أكتر. خلينا نتكلم على محورين أساسيين، ومعنا برضو دكتورة أمل سويدان رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات. احنا بنهتم بمحورين أساسيين. المحور الأولاني هو الأعداد زي ما أنا قلت. المحور الثاني هو جودة الخريج، جودة المعلم. احنا عندنا مشروع بالتعاون مع اليو اس اي اي دي مع 15 كلية تربية، ازاي ان احنا بنطور البرامج، ازاي ان احنا بنأهل القاعات التدريس و بحيث ان احنا نخرج بيه المنتج نفسه كخريج، والمراحل التدريبية اللي بيقوم بيها بالاتساق مع التدريب المهني اللي بيقوم بيه في المدارس
بحيث ان هو اول ما يتخرج وياخد البكالوريوس بيبقى مؤهل ان هو يقوم بالتدريس في المدارس بتاعتنا، لان هي الحقيقة مهمة صعبة جدا. يعني ادارة نشأ وتقويم الشخصية هي الاساس اللي بيتبني عليه كل حاجة بعد كده. محور تاني مهم جدا، احنا برضو عاملين اتفاقية مع معالي الوزير الاستاذ دكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمل اتفاقية مع الاليسكو. احنا بنتكلم فيه 100,000 مدرب ان احنا نجهزهم بالشهادات المهنية الدولية للتدريب كمعلم في الفصل. ده برضو مشروع ضخم جدا جدا. احنا اتكلمنا في مراحل تطوير مناهج في المجلس الاعلى للجامعات، بنتكلم في البرامج الجديدة اللي موجودة اللي ضغطت الفترة الزمنية. احنا بنتكلم في برنامج دلوقتي 4 سنوات، والمهم فيه ان هو بيركز اكتر في السنة النهائية على التدريب العملي جوه المدارس. وعندنا تجارب فريدة جدا، جامعة اسكندرية النهاردة بالتعاون مع مدرسة بذاتها رجعنا مفهوم ان في مدرسة بتتعاون مع كلية التربية في ان هي بذاتها المتدربين كطلبة بيروحوا المدرسة دي. وعايزين ننشن برضو التجربة الجيدة دي على باقي كليات التربية. فالحقيقة محاور كتير جدا احنا شغالين عليها في المجلس الاعلى للجامعات، وطبعا ده بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومعالي الوزير. طبعا اسمي زايد جريدة الوطن. عايز اعرف من حضرتك ايه هي الحلول المقترحة لمواجهة عجز المدرسين في المدارس بعد ما تم تطبيق الحلول المقترحة لمواجهة الكثافة؟ طيب بص هيك، هو طبعا احنا اول ما حل يعني اما بنحلك يعني مثلا في القليوبية احنا عندنا 8000 فصل زيادة، ف 8000 فصل بيتطلبوا مدرسين ومعلمين زيادة بالتأكيد. فبرضو احنا في حلول، يعني انا وريت حضرتك احد الحلول الفنية اللي احنا حلينا بيها، وحلينا حوالي 33% من العجز السابق. طب احنا لما هنزود فصول، لما هيزيد عندنا الفصول هيزيد عجز المعلمين اكتر، فبالتالي احنا وفي حلول فنية اخرى. احنا ممكن نقعد، بس انا اديت نموذج واحد من الحلول الفنية، انما احنا عندنا حلول فنية احنا وزملائنا في الوزارة بنشتغل عليها كل يوم. وهيك ان شاء الله كل فصل هيبقى موجود، هيبقى ليه مدرسه متخصص وداخل وبيدرس وعنده خطة تدريس جيدة جدا ان شاء الله. اتفضل. سيادة الوزير، حسن ابو خزيم روزا اليوسف، هل هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بخصوص يعني هيكلة او اعادة هيكلة طبعا المرحلة الثانوية؟ وهل ده مطروح يعني مستقبليا ان طلبة الشهادة الثانوية يمتحنوا على التابلت؟ وهل التابلت طبعا موجود العام القادم ولا تم الغائه؟ شكرا يا فندم. تمام. طب انا هرد على التابلت وهسيب الدكتور مجدي هيك ترد على الجزء التعليم العالي. لا التابلت موجود ان شاء الله، والتابلت هو هنبني عليه تدريس ماده البرمجه في الفتره القادمه ان شاء الله. فهيك جزء التعليم. اتفضل. شكرا سياده الوزير. انا الدكتور مصطفى رفعت امين المجلس الاعلى للجامعات وعضو في المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعه. خليني برضو اركز احنا يهمنا ايه في التعليم العالي، عشان برضو نتحرر من مسميات مواد دراسية، عشان ما يبقاش الكلام هينصب على ان هو تم الغاء مادة، تم اضافة او تغيير مسمى مادة معينة. يمكن معالي الوزير اشار ان احنا بنتكلم على محتوى ومهارات معينة احنا محتاجين الخريج يبقى مؤهل بيها، واحنا تأكدنا ويمكن وزارة التربية والتعليم اكدت ان هذه التغييرات لن يكون لها اي انعكاس على المخرجات بتاعة التعلم في هذه المرحلة. احنا بنتكلم احنا احتياجنا كتعليم عالي جدارات ومهارات معينة لابد انها تكون موجودة في الخريج في المجالات العلمية اللي هو هيتأهل ليها في الجامعة. فده يعني مركز القومي للبحوث التربوية والتنمية الحقيقة اكد الموضوع ده من خلال دراسة احنا اطلعنا عليها بصراحة، دراسة وافية وعملت يعني بنش ماركينج ستادي على كل التجارب العالميه. واحنا في الاخر طبعا معالي الوزير اكد ان هي هذه المقررات حيعاد يعني دراسه المحتوى، هيبقى فيه اندماج، لكن في الاخر المخرجات هتبقى كافيه لادماج هؤلاء الطلاب مثل باقي الشهادات الدوليه. وده اللي يهمنا اكتر كمان، احنا ما يهمناش ان هم يلتحقوا بالتعليم ناشونالي على مستوى مصر، لا انا يهمنا الشهاده كمان يعرف الطالب بتاعنا اللي بيظبط ان هو عايز يسافر بيها خارج القطر المصري ان هو يقدر ويلتحق بجامعات دوليه. شكرا.
بس طبعا كله على التربية والتعليم، احنا عايزين الأزهر. تمام. يعني آلية، هل هذه الآلية تتناسب مع المعاهد الأزهرية، خصوصا انكم عندكم يعني عدد كبير جدا من المواد اللي بيدرسها الطالب. السؤال الثاني برضو، تلاحظ في الفترة الأخيرة خصوصا بعد ظهور نتيجة الثانوية هنا وهنا، ان اصبح هناك اقبال شديد جدا على الازهر من جانب الاسر المصريه وعمليات تحويل من التربيه والتعليم الى الازهر. وللامانه اقول ان لاول مره نتيجه الثانويه في الازهريه تصل الى هذه الحدود، يعني معدلك كويس. شكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. طبعا يعني أنا أشكر جدا مع الوزير لتشريفي اليوم في هذا المؤتمر الصحفي، وإن كنت موجود بصفتي عضو المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إلا أني طبعا أزهري ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية. الأسئلة بتاعت أخونا ليها أكثر من شق. بالنسبة للنتيجة والامتحانات، احنا تقريبا ماشيين على نظام ثابت، ما غيرناهوش خالص في الفترة اللي فاتت. احنا بقالنا أكثر من 7 سنين بنشتغل في الامتحانات على نظام البوكلت، وده ليه أسلوب معين في الطباعة، في الامتحانات، في التأمين، في التغليف، في الوصول للطالب مؤمن تماما، يعني ما بيخرجش من ايد المؤلف الامتحان او صانع الامتحان والمطبع الى الطالب مباشره، فيش وسيط في النص، فلذلك بيبقى لحد ما مؤمن حتى يصل الى ايد الطالب. وبفضل الله ما شفناش اي تسريب او اي دعاوى حتى للتسريب. اما بالنسبه للنتيجه فده مرتبطه برضو الاسلوب العمل فيه. احنا ما عندناش نظام تابلت شغال، ان التصحيح كله يدوي، فده بيبقى لحد ما في نوع من احكام السيطره على الاختيار مين بيصحح، التصحيح بيجي ازاي. عملنا السنه دي والاول مره، يعني السنه دي كانت اول مره نعمل النظام ده، ان انا عملت لجنه لمراجعه التصحيح بعد المصحح. يعني عندي المصححين بيخلصوا، المراجعين الفنيين، الورقه خلصت تماما، قبل ما تروح للكنترول في لجنة تانية عليا قاعدة لمراجعة التصحيح وللتأكد ما فيش جزئيات لم يتم تصحيحها أو تغافل عنها أحد المصححين. وده أدى إلى أن الحمد لله رب العالمين التصحيح لحد كبير جدا جه مميز، وما عندناش شكاوى كتير من التصحيح. والنتيجة طبعا زي ما شفتوا حضراتكم، يمكن بس احنا عندنا جزئية، ودي ان شاء الله في الفترة القادمة بس نعدي بداية الموسم الدراسي ويكون فيها ان شاء الله مناقشات وحلول مع معالي الوزير، وهي ان احنا ليه نسبة النجاح بتطلع قليلة شوية. يعني ليه يطلع عندي مثلا في الازهر نسبة نجاح عندي في العلمي 63%؟ طب ما هي دي نسبة قليلة. لا، هو على ارض الواقع هي مش قليلة، لان الفرق ده معظم الطلاب بتقسم المواد على الترمين، فبالتالي النسبة اللي مش موجودة دي نصها على الأقل متغيب أصلا وبيحضر لي في الترم الثاني. فعايزين برضو نشوف حلول ازاي نخلي، زي ما عايزين ندور ازاي الطالب يحضر اليوم الدراسي وازاي الطالب ما يغيبش في مرحلة الثانوية، ازاي بقى نقدر نخلي الطالب يحضر الامتحان كاملا، لان ده بيؤدي الى عدم تكافؤ الفرص. عندي طالب بيقسم الامتحان على نصين على اعتبار ان دايما في تخيل التلميذ او الطالب ان امتحان الدور الثاني بيبقى اسهل شويه، المراقبين في الدور الثاني بيبقوا متخففين شويه. فازاي احنا نقدر نخلي الطالب يحرص على حضور الامتحان من اول مره؟ ده هيؤدي برضو الى ارتفاع نسب النجاح. طيب، هل ما يتم تطبيقه هنا هنقدر نعمل ده في الازهر؟ هو ده محل دراسه عندنا واحنا شغالين عليه كويس جدا، وطبعا بوجود معالي الوزير معانا واعضاء وزاره التربيه والتعليم في المجلس الاعلى في الازهر،
وبندرسها جيدا عشان نوصل للحل الامثل اللي يتناسب برضه مع طالب الازهر الشريف. اشكركم. شكرا. منى عبد القادر، وكاله انباء الشرق الاوسط. في ظل الاستراتيجيه للتنميه البشريه اللي تضعها الحكومه، ايه هي الاجراءات اللي واخدها وزاره التربيه والتعليم في وضعها لضمان جوده التعليم؟ وبالنسبه للتطوير في نظام الثانويه العامه، المدرسين مثلا اللي كانوا بيدرسوا مواد معينه وتم يعني ازالتها او ايه في النظام الجديد، هيتم اعاده توزيعهم ولا لا؟ هيك بص هيك، احنا ما ازلناش حاجه، احنا بس دي المواد اللي داخل المجموعه. في مواد عشان برضه يبقى واضح، يعني مثلا اللغه الاجنبيه الثانيه موجوده بس خارج المجموعه، فعشان يبقى عندنا احنا كل المواد الاساسيه ليها عدد ساعات تدريسيه، والمواد اللي خارج المجموعه ليها عدد ساعات تدريسيه. فعشان يبقى احنا حاجه تتحسب كساعه معتمده لازم يبقى عندها 130 ساعه، نص ساعه معتمده 60 ساعه. النظام السابق اللي هو كان فيه 10 مواد واربع مواد زي ما كناش بنقدر حتى نجيب نص ساعه معتمده، لان حصتين في الاسبوع كان شيء صعب جدا ان احنا يبقى فيه حتى نوصل ل 60 ساعه او 65 ساعه. يعني في المواد مثلا زي علم النفس والفلسفه هتبقى لا متقسمين على السنه. بص هيك لو رجعت انا هوري هيك، بص متقسمين على المراحل السنيه ما تشالوش، يعني عشان برضو يبقى الكلام ايه. بص هيك هنا احنا ده ثالثة، بص هيك تانية، في علم نفس واجتماع موجود في سنة تانية، تمام؟ أنا آسف، سنة أولى في فلسفة ومنطق، فهم متقسمين على السنين. يعني هم هيتدرسوا في أولى وتانية ثانوي بس ثالثة ثانوي بس ثالثة ثانوي بالظبط كده، بالظبط، اتفضل. محمود متابع صدى البلد. حضرتك دلوقتي كان في مشروع قانون، مشروع لتطوير منظومه الثانويه العامه اللي هو القائم على الاربع مسارات، هل هيتم تطبيق المشروع دوت ولا في مشروع جديد لتطوير الثانويه العامه؟ دي حاجه. تاني حاجه، احنا خلاص على يعني داخلين على عام دراسي جديد، وفي بعض المدارس الدوليه والخاصه زودت المصروفات بنسبه يعني تصل للضعف. امتى وزاره التربيه والتعليم هتصدر قانون نسب المصروفات الدراسية على المدارس الخاصة؟ شكرا. تمام. طيب بص حاجة، بالنسبة لموضوع المدارس الخاصة الأسبوع اللي جاي ونفس النسب اللي اتطبقت السنة اللي فاتت هي نفس النسب اللي هتطبق السنة طبقا للقانون في ده. تمام. سؤال حضرتك الأولاني كان المسارات. بص هيك احنا في برضو أمر لازم نبقى احنا شايفينه، التعليم ما قبل الجمعي، العالم بيتطور بسرعة جدا والدنيا بتتطور بسرعة جدا، كل وقت جديد بيطلع حاجة جديدة، فاحنا طول ما الدنيا بتتطور لازم احنا نتطور معاها، احنا مش هنعمل حاجه ونفضل واقفين والناس بتتطور بره. التعليم بيتغير في كل حته واحنا بنبص الدنيا بيحصل فيها ايه والتطور اللي بيحصل عامل ازاي، وكل ما في كل ما هيبقى فيه تطوير هنطور معاه ان شاء الله. تمام. اتفضل هيك. مساء الخير. طبعا احنا بس عايزين من حضرتك منصور كامل الاخبار، عايزين من حضرتك توضيح لبعض النقاط. دلوقتي احنا بنتكلم عن جيل الرابعه ابتدائي اللي هو داخل اولى اعدادي اللي خضع لمنظومه التطوير القديمه، والنظام اللي حضرتك بتعرضه حاليا لتطوير السنه من اولى لثالثه. طب في النص اللي هو طلبه تاني اعدادي وثالثه اعدادي اللي هم درسوا على النظام القديم، دلوقتي ثالثه اعدادي هتمشي باي نظام؟ هل هيبقى ليها امتحان واحد بس ولا ليها امتحان ترم؟ كمان بالنسبه لموضوع تعديل الثانوية العامة، هل حضرتك دلوقتي هتكون محتاج إلى تعديل قانوني لأنه عارفين أن الثانوية العامة بقانونه لازم تروح للبرلمان؟ الحاجة النقطة الثالثة، حضرتك تكلمت عن عجز في عدد الفصول وعجز في عدد المعلمين وعرضت بعض الخطوات التنفيذية لحلها، هل حضرتك واضع جدول زمني محدد نقول إمتى مصر ما يكونش عندها مشكلة في كثافة الفصول وإمتى مصر ما يكونش عندها مشكلة في نقص عدد المعلمين؟ كمان التمويل اللازم لده هيكون، هل في يعني حديث مع وزارة المالية أو من خلال الحكومة لوضع اعتمادات مالية للمعلمين وللمدارس الجديدة ولا؟ شكرا لفندم. طيب هرد على هيك، في أول حاجة بالنسبة للعكس، بالنسبة لوضع الخطة الحالية، بص هرد على هيك الأول، بالنسبة لوضع الخطة الحالية في العجز، العجز الحالي احنا النموذج بتاع القليوبية الحمد لله لحد دلوقتي عندنا 11 محافظة خلاص قيد التنفيذ بيطلع قوائم فصول فيهم، وقبل نهاية الشهر إن شاء الله هيبقى جميع مشاكل الكثافات في جميع السب في 27 محافظة إن شاء الله يكونوا خلصانين وواصلين لمتوسط لا يتعدى 50 متوسط الفصول، هيبقى إن شاء الله بنحاول نشتغل على أنه هو يبقى أقل من 50 بس 50، بس موضوع 100 وشوية والأرقام القديمة دي انتهت، فإحنا بنتكلم على قبل آخر الشهر هيكون موضوع الكثافات إن شاء الله تحل. موضوع عجز المعلمين، إحنا عندنا في خلال الست سنين القادمين هيزيد 10 مليون طالب على مدارسنا إن شاء الله، واحنا عاملين خطه ان شاء الله للفتره القادمه
وعاملين حسابنا على ده ان شاء الله في فتره قريبه. اتفضل. بالنسبه للاعدادي حضرتك اتكلمت على ثانيه وثالثه اعدادي، احنا الجيل بتاع اولى اعدادي مناهجه بتتغير وتم تغييرها في المرحله السابقه وعنده مناهج جديده ان شاء الله السنه دي، ومكمل هو نفس الجيل. ثانيه اعدادي هنغير وثالثه اعدادي في نفس الاتجاه. يعني ثالثه اعدادي زي ما هي، احنا مش ثالثه اعدادي ده قانون ومحتاج تشريع عشان يتغير، فثالثه اعدادي وثالثه ثانوي بالنسبه لامتحانهم زي ما هم زي السنه اللي فاتت بالظبط. معالي الوزير، كل الكلام اللي حضرتك قلته، انا عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز في مجلس الوزراء، كلام حضرتك رائع وجميل. شكرا. لكن ما هو الضمانه لتحقيق ذلك على ارض الواقع؟ بمعنى دكتور طارق شوقي كان عنده رؤيه عظيمه جدا والوزاره لم تتنكر لها وربما شغالين عليها او جزء منها. طبعا. ايه الضمانه ان ما يجيش وزير بعد حضرتك ويلغي ونبتدي من اول وجديد؟ هذا هو الشق الاول من سؤالي. الشق الاخر مرتبط بمرتبات المدرسين، للاسف ضعيفه للغايه. ممكن رجل اعمال او مقاول يروح ينشئ مدرسه وبعدين بيجيب المدرسين ربما من تخصصات مختلفه، حتى في الصيف ما بيدولهمش للاسف اي مرتبات فنيه. القصه دي كيف تتعاملون معها؟ لان للاسف محزنه للغايه. النقطه الاخيره هي خاصة بأزمة كل بيت في مصر إعلام. لو حضرتك نجحت فيه سيصنع لك تمثالا في كل منزل. شكرا. الدروس الخصوصية مرهقة لكل بيت ولم تعد مرتبطة فقط بالثانوية العامة. الأولاد في أولى ابتدائي بياخدوا دروس خصوصية دلوقتي فن. طيب. شكرا. الدروس الخصوصية الأول. تمام. طيب الدروس الخصوصية، بص هيك احنا عاملين حلول للدروس الخصوصية لازم كلها حلول فنية، واحنا بنشتغل على حلول فنية في هذا الأمر، وإن شاء الله هيك في الفترة اللي جاية كل بيت في مصر هيحس إن هذا الأمر أصبح غير ضروري بالنسبة له فيما يتم من تعليم داخل المدرسة. هيبقى تعليم إن شاء الله أفضل من أي مكان ممكن هو يعني يروح بره المدرسة عشان يتلقى فيه. فإن شاء الله ده بالممارسة هتلاقي هيك فيه فرق وفي اختلاف، وكل أسرة في مصر هتحس بده إن شاء الله. بص هيك تمام. بص هيك ضمان استمرار الرؤية. الرؤية إحنا استراتيجية الدولة واحدة، إحنا مكملين على الاستراتيجية اللي موجودة وإحنا مكملين في هذا الاتجاه. معنى ان احنا بنحل بعض التحديات، احنا هي التحديات بتحل على الاستراتيجيه اللي موجوده للدوله، احنا ما بنغيرش حاجه، الاستراتيجيه واحده واحنا بنكمل واللي هيجي بعدين هيكمل ان شاء الله. احنا بنشتغل على حقيقة برضو جزء ان احنا النصاب المدرسين المعلمين اللي بيشتغلوا في النصاب اليوم، انت معلم ليه نصاب في الاسبوع، ليه حصص في الاسبوع، اللي هياخد فوق النصاب بتاعه ان شاء الله اللي موجودين من معلم التربيه والتعليم، بنشتغل على حاجه ان شاء الله ان احنا يبقى ليها مقابل ان شاء الله. مروه البشير، جريده الاهرام. بعد سحب نتيجه الثانويه العامه من المواقع واعاده ترتيب الاوائل وتعديل الدرجات، هل ستتعامل الوزاره بنفس الشفافيه مع الراي العام وتعلن نتيجه التحقيق مع المتسببين عن هذا؟ طبعا يا فندم ما عندناش حاجه. بص هيك مش ممكن هيبقى طالب ليه حق في حاجه، مش ممكن، مش هيحصل ان طالب ليه حق في حاجه واحنا مش هنديهوله، واي مخطئ هيتحاسب على الخطا اللي هو عمله. اتفضل. هاي عمرو محمد، القاهره 24. هو سؤال مجزأ لجزئين، الجزء الاول خاص بالمواد اللي هي تم تاجيلها او تم توزيعها عشان اسهل لمراحل اخرى، مصير المدرسين بتوعها ايه؟ ده شك. الشك الثاني، متى تنتهي ازمه الثانويه العامه في المنازل المصريه؟ بنشوف احداث كتير بتحصل وبنشوف بعض الطلاب بعد النتيجه بتظهر اللي بينتحر واللي بيحصل ظروف كتير جدا داخل الاسره المصريه. امتى بالتحديد يتم الانتهاء من ازمه الثانويه العامه؟ شكرا. ان شاء الله يا فندم. يعني بالنسبه للمواد انا هعيد لحضرتك تاني نفس السؤال، ما فيش المدرسين موجودين بس بيدرسوا مراحل مختلفه، بدل ما هم كانوا بيدرسوا حد كان بيدرس ثالثه بقى بيدرس ثانيه، فهم موجودين بالتوزيع بتاعهم موجودين. يعني مفيش مدرس كان بيدرس ماده الماده اتلغت، مفيش ماده اتلغت، اعاده توزيع للمواد بس. تمام. انما احنا يا فندم الثانويه العامه ان شاء الله ان شاء الله هيك يعني السنه دي هتبقى افضل كتير، لان هي برضو الصعب في الثانويه العامه دايما الامتحان، صح؟ فهو الامتحان احنا برضو هو ده هيبقى ليه اليات مختلفه وعرض مختلف، فان شاء الله اللي جاي. بس هو طبعا عشان نغير النظام بالكامل احنا زي ما بقول لحضرتك كده، دايما كل ما العالم هيتطور هنتطور معاه، فان شاء الله في رؤيه قادمه لهذا ان شاء الله. اتفضلي حضرتك. جيهان حسن، جريدة الجمهورية. هل في خطة واضحة بجنب التحديات دي كلها لإعادة القيم والأخلاق في نفوس أطفالنا تاني، وإعادة دور المدرس ودور الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي في المدرسة؟ وشكرا. طيب. لحضرتك. بص هيك احنا بنشتغل على جزء مع بنشتغل مع الأزهر، ومع إن شاء الله هنشتغل مع الأزهر ومع الكنيسة، إن احنا هنعمل منهج دين بعناوين محددة، يعني مثال بر الوالدين، وهيبقى ده ان شاء الله منهج موجود بس طبعا ان شاء الله من العام القادم. اتفضل.
هاني نحاس قناة صدى البلد. يعني أنا ليا سؤال خاص بالكتاب الدوري اللي حضرتك أصدرته امبارح، إن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين. حضرتك إزاي هنحكم ده؟ يعني طبعًا المدارس إحنا متابعين العملية التعليمية، ملاحظين مفيش طلاب، معظم الطلاب ما بيروحوش المدارس، وفي مدرسين كتير متغيبين ولفترات طويلة. حضرتك ازاي هتحكم ده في المدارس؟ السؤال التاني خاص بالتعليم الفني، طبعا مش عاوزين ننساه، خاص الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد كذا مرة على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، برضو ملاحظين والتقارير الصادرة طول الوقت عن نقدر نقول تدهور المستوى التعليمي في مدارس التعليم الفني. خطة حضرتك ازاي ننهض بهذا التعليم الهام؟ طيب انا استاذن عليك في التعليم الفني، معنا الدكتور ايمن نائب الوزير التعليم الفني، هو يتفضل. شكرا يا فندم. طيب اولا طبعا التعليم الفني زي ما حضرتك تفضلت، انا اسمي ايمن بهاء الدين، انا نائب وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني والمختص بملف التعليم الفني. الحقيقه التعليم الفني تم فيه مجهودات ضخمه جدا، رحمه الله عليه الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير السابق، توفى الى رحمه الله في شهر مايو اللي فات، كان عمل شغل كتير جدا في تطوير التعليم الفني. احنا الحقيقه عندنا خطه واضحه جدا، كان في استراتيجيه وضعت، احنا حولنا الاستراتيجيه دي لخطه تنفيذيه هنعلن عنها ان شاء الله قريب، فيها 120 مشروع على مدار الخمس سنين الجايين، 120 اجراء محددين بتوقيتات وبموازنات عشان تطوير التعليم الفني. لكن خليني اقول لحضرتك ايه الملامح الرئيسيه. طبعا من الحاجات الكويسه قوي اللي حصلت الفتره اللي فاتت كانت مدارس التكنولوجيا التطبيقيه والتعليم المزدوج. حضرتك عارف ان الاقبال عليها اكبر من الثانويه العامه وبتاخد مجاميع اعلى من الثانويه العامه. السنه دي عشان ادي لحضرتك ارقام عشان بس ما نتكلمش بمجرد كلام مرسل، احنا كان السنه دي عندنا اتيح 8200 مكان للتعليم الفني في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، تقدم ليهم 40,000 طالب. فالإقبال عالي جدا جدا جدا. التعليم المزدوج احنا شغالين عليه بشكل كبير جدا بشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الصناعي والأعمال ومؤسسات الدولة، وشغالين عليه بتطوير بشكل ضخم جدا 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 الفترة الجاية. مستهدفاتنا من التعليم الفني الحقيقة احنا عندنا التعليم الفني في أي بالضبط عدد طلبة قد طلبة العام، تقريبا نفس العدد، تقريبا يمكن 50% او اكتر كمان شويه. احنا مستهدفاتنا من هذه الخريجين الحقيقه ثلاث مستهدفات رئيسيه. عندنا طبعا الصناعه والاعمال، وده بيجي من التعليم المزدوج والتدريب جوه المصنع. كان المشروعات دي تم يعني بقالنا سنين بنشتغل فيها، وانا ببني على مجهود السابقين الحقيقه، ما بخترعش حاجه يعني، لكن زي ما معالي الوزير تفضل بتواجهنا تحديات بنحلها. نفس التحديات اللي موجوده في التعليم العام من كثافات مش موجوده قوي في التعليم الفني بشكل عام، لكن عجز المدرسين موجود، استعنا فيه بالمقيمين الخارجيين والخبراء من الصناعه، شغالين بيها بشكل كبير قوي. لكن جزء كبير جدا من الخريجين مستهدفين بالوظائف في المؤسسات الأعمال والمؤسسات الصناعية. جزء تاني مهم جدا هو التصدير، تصدير العمالة عندنا الحقيقة في كمية اتفاقات دولية ضخمة جدا، بالذات مع في أوروبا بشكل كبير قوي زي إيطاليا وألمانيا، دول الناطقة باللغة الفرنسية في أفريقيا، وده انطلاق ضخم جدا وجاي من القطاع الخاص الوطني المصري، هم دلوقتي بينطلقوا جوه أفريقيا بشكل كبير. وده يمكن كمان أحد الحاجات اللي احنا بنتكلم عن اللغة التانية اللي موجودة، ما يعني احنا محتاجينها بشكل ضخم جدا في التعليم الفني زي التعليم العام. لكن الجزء كمان الثالث المهم قوي هو احنا طورنا التعليم الفني دلوقتي بشكل كبير قوي عشان يؤهل الخريجين لإنشاء أعمالهم الخاص في الصناعات متناهية الصغر والمتوسطة والصناعات المغذية. دولة رئيس الوزراء كان بيتكلم من شوية في استراتيجية الدولة لتنمية الصناعة اللي هي في كل حتة، واحنا جزء منها بشكل كبير قوي برضو في حتة تنمية الصناعات. ده بشكل كبير. نظم التقييم اتغيرت، حضرتك عارف ان التعليم الفني دلوقتي كله بقى قايم على نظام الجدارات، لانه تعليم عملي ما فيش حاجه اسمها ان انا امتحانات نظريه فقط. الجدارات بيتم السنه دي تطويرها بشكل كبير قوي، لانها لازم نعترف في بعض الاحيان كانت بتطبق بشكل ورقي، مجرد تستيف ورق، لازم يعني ما بنخبيش اي مشكله، لا دي مشكله موجوده بنطورها عشان ما يبقاش فيه هذا الكلام خالص، وهتبقى منظومه إلكترونية ومميكنة في بعض الحاجات ومطورة في بعض الحاجات التانية. التعليم الفني احنا ماشيين فيه واحدة واحدة، يمكن حظنا ان الإعلام ما بيوصلتش عليه قوي يعني، ده انا بشكر حضرتك الحقيقة، لكن يعني بنعمل في هدوء، لكن في ان شاء الله على الأرض الواقع. وخلينا يعني تاني، انا قلت لحضرتك أرقام النهاردة، قلت لحضرتك مستهدفات، وان شاء الله على بداية العام الدراسي نقول ايه اللي حصل، وفي منتصف العام الدراسي نطلع النتائج ان شاء الله. شكرا. طيب
رفعت خالد نائب رئيس تحرير جريدة المساء. هو أريد أن أقول أن لابد من الاهتمام باللغة الإنجليزية والفرنسية في إطار تطوير التعليم، لأن اللغات مهمة جدا، ودي بتؤهل الطالب لما يجي يدخل الجامعة يكون عنده استعداد أن هو قادر على الأخذ بالخبرات في مجال التعليم في كافة المجالات. أيضا النقطة الأخيرة هي نقطة الميول والرغبات الطالب عند الدخول للجامعة، لابد من الأخذ بالميول والقدرات الطالب بدلا من مجموع الدرجات، لأن بيبقى في لأن في طلاب جايبين 100% وبيخش كلية الطب وبيفشلوا. لابد من الأخذ برغبات الطالب واستعداده وقدراته، لأن ديت لها أهمية وامتياز للطالب في تكملة الدراسة. شكرا. شكرا لحضرتك. احنا بالنسبه للغات احنا طبعا مهتمين، بس اللغات بتحتاج وقت في التدريس، هو نفس الفكره، احنا محتاجين وقت ندرس فيه اللغه عشان اللي بيدرس لغه يتقنها. يعني احنا عايزين كل حاجه نعملها نتقنها فيها، عايزين ندرس فيزياء يبقى عندنا وقت ندرس فيزياء فنتقن الفيزياء، هندرس انجليزي يبقى عندنا وقت ندرس انجليزي فنتقنه فيه، انما لما بيبقى الوقت قليل لا يسمح بان حد يتقن اي مهاره. فهو ده اللي احنا برضو متجهين عليه، ان احنا دايما يبقى عندنا الوقت في السنة اللي احنا نقدر نتقن فيه هذا الامر، وان شاء الله مهتمين طبعا باللغات يا فندم. اخر سؤال يا فندم. ابراهيم الطيب المصري اليوم، اسمح لي عندي سؤالين في عجالة. السؤال الاولاني، السيد رئيس الوزراء اكد على جملة مهمة في بداية المؤتمر، وان ما نراه اليوم ليس استراتيجية جديدة وانما هو خطة قدمها السيد الوزير، واضح صراحة ان في جهد كبير حضرتك بذلته في الخطة من خلال جولات تجاوزت ال 200 جولة، ولكن سؤالي هنا ازاي اقدر اقنع ولي الامر اللي بيشوفنا دلوقتي أو أخليه يتقبل هذه الخطة اللي احنا هنطبقها، وهو مع الأخذ في الاعتبار ما حدث منذ أيام قليلة فيما يتعلق بتعديل نتيجة الثانوية العامة، إزاي أقدر أهيئه لتقبل هذه الخطة؟ ده سؤال محتاجين توضيح من حضرتك. طيب الخطة أنا هشرح تاني الخطة في عجالة كده، احنا هيك عندنا أربع تحديات كبار. عجز المعلمين، فهو ولي الأمر هيبقى دايما عايز معلم جيد جوه الفصل. وعندنا مشكلة أخرى اللي هي الكثافة، فطبعا أي ولي أمر برضه هيبقى حابب إن هو يبقى ابنه قاعد في فصل العدد فيه يجوز يبقى معاه عملية تعليمية، مش هقول لحضرتك إن هو، لأن طبعا فوق ال 80 وال 90 رقم صعب جدا، تمام. والمشكلة الثالثة إن هي يرجع المدرسة، هيبقى هم لما يبقى في تعليم جيد جوه المدرسة أولياء الأمور هتبقى عايزة ترجع أولادها المدرسة. ومش ايه حاجه تانية غير كده في السؤال. طيب النقطه الثانيه برضو، حضرتك ذكرت فيما ذكرت ان هيتم من ضمن المقترحات اللي هي زياده عدد الحضور الاسابيع من 23 اسبوع ل 31 اسبوع، تمام. وزياده الحصه من 45 دقيقه ل 50 دقيقه، وحضرتك قلت ان ده يوفر لنا تقريبا حوالي 100 مليون معلم في لا 100 مليون لا 100 مليون اسف لا ومش 100، انا بدي مثلا لو هم قوة التدريس 200,000 يبقى بقوا 300,000، لأن اللي بياخد فصلين بياخد ثلاثة. طيب النقطة دي محتاجين بس في نفس عدد الحصص الأسبوعية. يعني بص هيك توزيعة المعلمين لها نصاب أسبوعي، فالنصاب الأسبوعي بيتراوح من 24 من 16 حصة ل 24 حصة. طيب محتاجين أستاذنا حضرتك نوضح النقطة دي، هل معنى كده إن إحنا من السنة الجاية هيتم زيادة مدة الدراسة اللي هو شهرين، لأن إحنا بنتكلم في 8 أسابيع؟ لا لا هيك، ما أنا شرحت ولا ده لسه قيد؟ لا أنا شرحت لا لا بص هيك أنا شرحت، وممكن أرجع لحضرتك تاني. إحنا كان بدء الامتحانات بيبتدي 28، إحنا نفس البداية ونفس النهاية، إنما بدء الامتحانات في الترم الأول أو في الفصل الدراسي الأول كان بيبتدي 28/12، صح؟ صحيح. طيب إحنا هنبتديه 11 يناير، فلما نبتديه 11 يناير يبقى في أسبوعين دراسيين زيادة يتم التدريس فيهم. كان يعني الاول الامتحانات بتبتدي 28/12، الولاد بتمتحن اسبوع وتقعد شهر ونص في البيت، ودي فجوه تعليميه كبيره جدا ان انا اقعد شهر ونص وبعدين ارجع تاني الولاد بترجع ناسي. فاحنا هنبتدي الامتحانات يوم 11، فكده في اسبوعين، صح؟ اسبوعين. اخر السنه كان بيبتدي اخر السنه يوم 25 ابريل، اخر يعني اخر فتره تدريسيه كان مع اجازه 25 ابريل، وبعدين بنبتدي موسم الامتحانات في هذا التوقيت. هنبتدي الامتحانات 22 مايو، تمام. فدي كمان اربع اسابيع، وابتدينا العام الدراسي بدري 21 بدل ما السنه اللي فاتت ابتدى يوم 30، عملنا 7 اسابيع وفي اسبوع في النص ايام محدود ايام متقسمه، فكده فعمل ال 31، انما السنه العام الدراسي زي ما هو نفس الفتره. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم جدا. شكرا.